الباس. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. عقدت عني الحد والحديد والبأس الشديد وكل إنسان عنيد وكل شيطان مريد. اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون ولا ينطقون إلا بخير أو يصمتون. يا من أمره بين الكاف والنون. وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة المشاهدون في كل مكان. إن شاء الله ربي يوفقنا للكلمة النافعة دنيا وآخرة إن شاء الله. نبدأ حلقتنا على بركة الله. نبدأ بالتهنية للأسر اللي عندهم شهداء. شنو نقولهم؟ نقولهم هنيئا لكم، كنت سبب في سعادة الليبيين، كنت سبب في سعادتكم يوم الآخرة. فشنو نقول؟ اللهم الحقنا بهم على الإسلام وهنيئا لكم، والله إن شاء الله يكون لكم دخر يوم القيامة والتعزية لكل مواطن فقد إنسان عزيز أو إنسان عزيزة، وعلى رأسهم عائلة البدري في فقدان أبوهم عمرو البدري. اللهم اغفر له ورحمه والحقنا بهم على الإسلام. تهنئة لكل إنسان عقد قران، تجوز، نزاد عليه صغير، إن شاء الله يكون من الصالحين والصالحات. نبدو الحلقة على بركة الله بالتذكير. شنو التذكير؟ التذكير نذكر بعضنا البعض بنعم واحنا عايشين فيها، وبنعم ما نشترين بها، وفي نعم جحدين رب نعمة ربي علينا. نبدأ بنعمة من النعم، واحدة من نعم كل مواطن ليبي، كل مواطن ليبي صالح. فكونا من عملية هالصبح هذا اللي محطوط على الآخرين، فلان صفت، فلان نعت، فلان يدير، فلان الصبح هذا لو قال هكي نلقوا في روحنا نديروا في أشياء ما نديروش فيها الآخرين. فإن شاء الله ربي يتوب علينا ويغفر لنا فيما مضى وينظر لنا بعين الرضا إن شاء الله. الآن في ليبيا ما زال ما تكونتش حكومة لهذه اللحظة. بسن السبب؟ السبب مهميز السوء، سببها مهميز السوء. فشين يبدو؟ أي مواطن ليبي صالح، أي مواطن تهم بلاده، يهم وطنه، تهم أخرته، يبني أخرته عن طريق دنياه. كيف تبنيها؟ كل واحد منا ربي قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. اللي تقدر عليه ديرة، واللي ما تقدرش عليه ما تديرش. مش مطلوب منك تدير شيء، أنت مطلوب أنك أنت تقيم الكلينكس من الشوارع. ما تقدرش تقيم الكلينكس، ما دام ما تقدرش تقيم الكلينكس يجب عليك ما تلوحاش في الشارع. هذا عمل من أعمال الحكومة اللي تبنيها، هذا عمل لبناء ليبيا في المستقبل يا أخي المواطن. كل واحد نبدأ، باش نبدأ؟ نبدأ بهالناس اللي موجودة الأجانب. الهجرة غير شرعية، الهجرة غير شرعية. أي مواطن ليبي يجب عليه أن لما توقف مع وزير خود واعطي مع الوزير، إذا قبل قبل وإذا ما قبلش وشميت عليه رايح عدم العدل. أنت تعتبر وزير، هو وزير بصورة رسمية وانت وزير بصورة وطنية، مش زي قبل يقول لك برا ولا خلاص. لا، لازم يكون دفاعك على الوطن، دفاعك بصدق بحق، مش قالوا مش معي يا شيء يقنت منه لآخر لحظة، لآخر لحظة قبل الوزير قبل له. كان هذا زي ما تدير واسطات يخدموك، دير واسطات باش تمشي الشيء اللي فيه منفعة للبلاد، لأن البلاد مازال ما فيش هذيك الحكومة المستقرة اللي تقدر تدير ودير. ولكن من هنا نبدو احنا كنا حكومة، إذا تو احنا بدينا غضوة بعد غضوة نساعدوا الحكومة اللي هي إن شاء الله بتولى إدارة البلاد. ياسر من الدوة والدواوي وانتقاد الآخرين. في يوم من الأيام اخدي الأحياش، ما قلناش آه. اخدي البنوية ترفعها من المعسكرات، ما قلناش آه. وقف الرواتب، ما قلناش آه. حول من هنا وحط هنا، ما قلناش اه. علاش؟ لان ظالم، خفنا من الظلم
وعلاش ما دفعناش على الظلم؟ ما كلت لحرام، ما كلت لحرام تولد المجبنة في قلوب الرجال، ما كلت لحرام تولد المجبنة في قلوب الرجال. زمان كان سوق ثلاث لو واحد يجبد موس أغلبيتها تهرب، علاش؟ ما يقدروش يواجهوا بموس. كذلك ما تعودناش على كلمة الحق نقولوها ولا نسمعوها، فيجب علينا الآن نقولوا كلمة الحق بأدب، نقولوا من كلمة الحق من منطلق الود والمحبة. كلام الحق يبي شجاع من يقوله ويبي شجاع من يقبله. فكذلك الآن لما نتكلم عن الهجرة غير شرعية، الهجرة غير شرعية يا من ناس واقفين في ميادين، هادو الناس أخطر ناس موجودين. في يوم من الأيام كانوا قاتلوا مع القدافي، هم مش قاتلوا مع القدافي لأن نتيجة ضعف، وهذاك عنده فلوس زي ما شروهم توا وجابوهم ويقاتلوا في الليبيين. أنا بنوجه كلمة لبعض القبائل اللي تقول لك إحنا القبائل وتقول لك إحنا الوطنيين وإحنا درنا وإحنا فعلنا، أنا نقول لك كلمة واحدة، أنت شوف شن شريت من أفارقة مساكين ودفيتهم في الكوشة، اللي هو شن جبتهم لقتل الليبيين، لقتل الليبيين، وقعمزت وكليت وتزردت وضحكت، وضحك زي ضحكوا الأولين متاع اللجان الثورية، مع احترامي للناس الأفاضل اللي كان لهم دور يا ما شدوا بليع على ناس متاع جماعة الداخلي وجماعة الخارجي وجماعة لجان جماعة الاستخبارات، فيهم ناس أفاضل ما يعرفهم حد إلا الله يوم القيامة، الله يجزيهم عنا خير الجزاء. كان يطلعوا فينا في الساحة ويضرب في الحيط ويقول لك عيط عيط باش يسمع الظلام التانيين انه يضرب فيك. هذول ناس كان لهم دور في يوم من الايام، كان وكان وكان وكان. هادو من ضمن الناس باذن الله عليك، انت رجل امني وفي يوم من الايام سبوك الليبيين وحسبوك على نظام ظالم، لكن تكون صاحب مبدا من ضمن مبداك، كل مبداك لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخدم وطنك، اخدم دينك، اخدم عائلتك. حاجه ثانيه يا ليبيين، من ضمن الحاجات نسمعوا لبعض إذاعات مندسة، هل من المعقول كل واحد منا يطلع ويسيب في بيته، يجي حد يكلمك على صغارك على بنويتك على جوزتك وتسمع له؟ لا، لأن هذا بيتك، هذه حرمتك، تعرف تربيتك أنت لأسرتك. كذلك الوطن بيتك، كذلك الوطن بيتك يا أخي المواطن. ليبيا في حاجة إلى ناس صادقة، لناس تخاف الله لبناء ليبيا، لتعم السعادة زي ما قال لك السعادة للبشرية. الله أكبر عليك يا جمعة السايح، زيك وزي أمثالك. هنيئا لك يا إذاعة التناصح، هنيئا لك يا مخرج البرنامج. واحد قال لي تعمل طيب أشكره، قلت له نشكر على العلن اللي جابوا هالنقطات اللي نسوتها الليبيين، نسوا الليبيين. تعامل مع الشيطان، يتعامل مع الشيطان، يتعامل مع الشيطان. هون ممدود لموت مات ارتاح ولا قعد حي. بين يد شكون الان؟ لو نجي انا نضربه او ندفل عليه حيعاقبني اللي كان يسب فيه، حيعاقبني اللي هوش معترف به، حيسبني ويلعن وحيعاقبني ربي لو ندير لاي حاجه. ممدود الان بين موت وحياه. سمعتوش ان قال في اذاعه التناصح؟ اذاعه التناصح مش متاع فتنه ولا هي متاع دعايه لمحمود بن حمزه ولا غير محمود بن حمزه، ولكن اشتقنا للحق، ولما الانسان يقول كلمه الحق لازم نقولوا له احسن، لازم نقولوا له شكرا يا اخي كريم لوعي الليبيين. الليبيين من ضمن الحاجات اللي نسوها، نسوا في يوم من الايام السعي جاع، علفه ما فيش، علفه ما فيش. نرجع لموضوعنا في هذه الحلقه ان شاء الله باذن الله تعالى، نبدا من المدرس والمدرسه. يا اختي المدرسه ويا اخي المدرس، لما وقف راتبك درتوا دوا، درتوا 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 حتى عن طريق الاذاعات اتصلتوا، من حقك من حقك من حقك راتبك، ما يختلفوش. هل اتصلت بالإذاعات؟ هل وعيت التلاميذ شي قاعد يحدث في البلاد؟ وعيت التلاميذ على الفتنة اللي صايرة من الإذاعات؟ وعيت التلاميذ والتلميذات أن كيف يكون رجل ويكون شاب أن هو فاهم ما قاعد يحدث في بلاده؟ هذا دورك يا أخت المدرسة، هذا دورك يا أخي المدرس. يا مدرسة يا مدرس يا رجال التعليم، اعلم علم اليقين، صفقة بين يديك ما تضيعهاش، صفقة بين يديك ما تضيعهاش. شنو هي الصفقة؟ اللي قال في حديث سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به،
وابن صالح يدعو له وعلم ينتفع به. يا اختي المدرسه علم التعليم اللي تضلي في قبرك وعملك يضل يسبح لك. يا اخي المدرس علم الناس لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تكون زي الناس كلها تصلي لكن في اللي يصلي عاده ويصلي وفي اللي يصلي عباده. ابدا من الشباشب قدام المساجد تلقاه حايس ابوه على اخوه ومدارين رفوف لهذا. تعال اوقف قدام الكنيسه بكش تلقى شباشب ملوحين. احنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن فهم مقلوب. من ضمن الفهم المقلوب هيك الشباشب بين في بيت امام بيت الله هيك يسووا فينا بخط واحنا في الجامع بخط يسووا فينا وما تسويناش. وكلنا خدمنا العسكريه يقول لك يمين انت راصف. لا يا اخي المواطن انتبه فيك انت من هنا سويت الصف في 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 الصلاه حتساوي في بقيه الامور كلها. الاسلام دين نظام دين نظام دين مواعيد. يا اخي الدكتور الناس تراجي فيك وموعدك الساعة 9 تكون في المستشفى، الساعة 9 تكون في المحاضرة، الساعة 9 تكون في الكلية، انك انت تجي العشرة انت لا، لانك انت طبيب، انت دكتور، انت حاجة راقية، من ضمن الرقي متاعك تكون رجل متاع مواعيد، والذين هم لعهدهم راعون، تجي العشرة، تجي التسعة، مواعيد العمل الساعة قداش؟ الساعة 8 يا اخي المواطن، لازم تكون في عملك الساعة 8. مش تجيني الساعة 9 وما تجيش وتجي وتظل تتكسل وتخدم في خدمتين. كان تنفع خدمتين اسمحت لي عنده 10 معاشات شفت لي عنده 20 يديرها كذا ويحصل فيها كذا. هذه الأشياء اللي نبنوا بها ليبيا. نبنوا ليبيا باش نبنوا ليبيا بفهم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلبيتها تقول مسلمين لكن العبرة بالإسلام. العبرة بالإسلام اللي هو فهمك للإسلام. فهمك للإسلام من ضمن فهمك للإسلام أنا ما تحطش ربي في مقام أقل من مقام العبد. أبدأ من النقال لما تقول مهناش تقول خليك رجل صادق تقول له بعد ساعة كلمني بعد ساعتين كلمني. تكون رجل متاع مواعيد تكون رجل وفي بالعهد. هذا وين هذه الغيبة ما تحكيش النميمة ما تحكيش صبح تكينا. فلازم كل واحد منا يدير وقفة مع نفسه. الآن شهر شعبان شهر شعبان الآن شهر رجب شهر رجب وجاي شهر شعبان. يا أخي المواطن اسمعني زي ما تكون حريص على أخرتك حريص على شهر رمضان حريص على زي ما خدمنا الصحراء وخدمة الناس الصحراء وجو وسط البلاد شروا الأراضي وتجوزوا وبنوا وداروا درية. لأن في يوم من الأيام كانت الصحراء مطية لي كذلك الآن الوطن مطية لينا للآخرة للآخرة. يا أخي المواطن يا أخي المواطن نتكلم عن اللي قاعدين نشوفه فيه والحصرة نشوفها. أبدأ من باب التجورة كان هذاك مكتوب حفتر أنصار الكرامة الكذا الرجال الأبطال هنيئا لهم هنيئا لهم. مسحوها باش مسحوا مسحوا بالزواج لكن قبل يمسحوا بالزواج مسحوا بالحكمة والموعظة والكلمة الحسنة. الله أكبر عليك يا مقهور الله أكبر عليك يا مهدود الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نرجع لبعض القبائل اللي يقول لك احنا نبدأ من قبيلة الزنتان. مع احترامي للناس الأفاضل الزنتان 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 كانت ويجب أن تكون. كيف تكون؟ تكون بالحق تكون بمخافة المولى سبحانه وتعالى تكون بقال الله وقال الرسول. مش يوقف واحد من الزنتان ويخطبني انا ويقول لي الا ما نجيبوك ولا ما نرفسوك في السجن ونقتلوك. ما يشرفش اهل الزنتان هذا ولا افاضل الزنتان يرتوا بالكلام هذا. وجبتني وقتلتني ودرتني انت ظالم وانا مظلوم. انا حصلت الشهاده في سبيل الله وانت ظالم. انت اهل الزنتان يرضوا بيك انت عدو للزنتان وعدو لليبيا وعدو للبشريه. انت مش من الناس اللي يستحقوا يسمعوا لك. تقتلني وتجيبني للسجن ودي ايه وين هالكلام هذا؟ الرجال يا رجال الزنتان ما تسمحوش بهالناس هذه. هي الناس اللي اسات للزنتان. السلام عليكم يا ابو بكر اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. معك عمي محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بك. عمي محمود شو حالك شو حال صحتك؟ في خير الخير ولله الفضل يا اخي الكريم تفضل اتحفنا بكلمه طيبه. الدنيا اخر شو اخبارك؟ ان شاء الله ربي يهدي البلاد والعباد ان شاء الله. امين يا رب العالمين امين امين امين. ايوه يا اخي. طولت عمرك ان شاء الله. امين.
يا أخي المواطن في أي مداخلة من المداخلات حط في بالك حتسأل بين يدي الله يوم القيامة علاش تكلمت وش المقصد من كلام كلامك. لازم يكون تذكير بطاعة المولى سبحانه وتعالى ويكون لك تذكير بالوطنية. خلينا من الدوة دعيانا من الدوة، احنا في حاجة دائما لتذكير بعضنا البعض، زي ما نطلب علمانا الأفاضل، زي ما نطلب المفكرين الصالحين أن يذكرونا. يجب علينا كل واحد منا لما تتاح الفرصة، أنت لما تتكلم مع واحد واثنين حتكون مسؤول بين يدي الله، مش تكلم أمة في إدعاء. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نهارك مبارك، تفضلي أختي الكريمة. نهارك أسعد يا عمي، كل سنة وأنتم طيبين. الناس بدنا جاد إن شاء الله يجعل علينا بالخير في يوم الوطنيات يا رب العالمين، مستجيب لعباد يا رب مالدين البلاد يا عمي محمود. نسمع فيك، نسمع فيك متقطع لكن نسمع لك، تفضلي. لا يا عمي محمود، لا بكم تدعون بس تدعو. نعم. الدعاء ممكن تدعو في البلاد ويرقبوا قلوبهم في بعضهم الليبيين، الليبيين ربي يرقبوا قلوبهم على بعضهم. هذه فتنة جاتهم، هذه فتنة، ربي يرقبوا قلوبهم على بعضهم كيف شان كيف الناس كيف شانوه. آمين. آمين. يا ليبيين في يوم من الأيام قاعد حي وربي متعب صحته، الشيخ علي بن رجب كان نقيب المحاميين، سمعتها منا شخصيا، قال في يوم من الأيام يتهدرز هو واحد، قال له يا فلان السلام عليكم يا خالد، انا نبيك وباهي الكك للافاضل. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعتك على محمود. في حالي في نعمة، في نعمة ولله الفضل. والله أحبك الله يا محمود. أحبك الله، أحبك الله الذي أحببتني فيه، وإن شاء الله نكون عند حسن ظنكم تقوى الله. ان شاء الله ان شاء الله اكثرنا بالدعاء في السنه المباركه يا عمي محمود. امين، ربنا يختم لنا ولكم بالاسلام. وان شاء الله يا رب العالمين، يا رب يهدي البلاد والعباد. امين امين. ماشي بارك الله فيك عمي. صحيت صحيت، خير الكلام ما قل ودل. نرجع للشيخ علي بن رجب، قاع من سوى واحد قال لك انا طلعت ايطاليا نفرح انا وانت، وكان طلعت الى ايطاليا بعدي تعال لي على قبري وقول لي ايطاليا طلعت، ايطاليا طلعت، طلعت ايطاليا اللي بنت شارع الاستقلال، شارع 24 ديسمبر، الان القدافي مات، مات القدافي يا ليبيين، مات القائد الاممي، مات الصقر الوحيد، مات يا ليبيين. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك يا فضل، ها يا سيدي ناخذ فاصل على بركه الله، الله يبس ريقه وريق من اسال الليبيين ان شاء الله. شرياني وصلت حت نبضتي، هي قوتي وفتوتي ومراسي، هي ليبيا نبع المحبة والهنا، صور احتدام العزم عند الباسي. هناك ترويج لسرقة كبيرة تتمثل في مجموع عقدين 29 مليار. لابد أن نتبع تراتيب، اتفقنا على جملة من التراتيب وتتخذ من التدابير جملة من الضوابط والتراتيب، ترتيبات وبترتيب ترتيبا على جملة من الترتيبات. نحن الآن هيأنا كافة الترتيبات، كافة الخطط. تم استهدافي في يوم الثلاثاء القبل الماضي بناء على تجميدي لقيمة 17 مليار دينار وعقد آخر ل 12 مليار كانت حكومة زيدان كافة الخطط كانت حكومة زيدان تسعى إلى تنفيذ أو توقيع هذه العقود مع شركة بي اف اي الصينية الإنجليزية ولكن لم يسعفها الوقت فأوكلت هذه المهمة إلى حكومة الثني، حيث علمت من مصادرنا الخاصة أن هناك ترويج لسرقة كبيرة تتمثل في مجموع عقدين 29 مليار. نحن الآن هيأنا كافة الترتيبات، كافة الخطط لسرقة كبيرة. هي دفق شرياني وصرت حت نبضتي، هي قوتي
قوتي وفتوتي ومراسي. هي لي بها نبع المحبة. هيا سيدي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة نقولها من وسط قلبي وخاطري، اللي هو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقولها من منطلق إيمان راسخ. الله أكبر عليك يا تني، الله أكبر عليك يا زيدان، يا زيدان. كنت تطلع في الإذاعات في تصريح قالوا علي، داروا علي، كانك رجل حقاني وتخاف الله وكانك أصيل. أطلع في الإذاعات وبرر موقفك على الكلام اللي جايبين عليك يا السارق أنت والناس. سرقت الليبيين من أم الليبيين، الليبيين المقهورين المرضى اللي يعلم الله بحالهم. للآن في بعض رجال وبعض نساء لها معنى وعائلات لها معنى مش قادرة تقول لله. ما يساسوس، لأنهم هذولا أغنياء من التعفف، وشبحناهم وريناهم لولا فضل المولى سبحانه وتعالى. أولا وأخيرا تم الرجال اللي تطلع في الزكاة وتطلع في الصدق، يعلم الله بحالهم. يا زيدان يا تني ويا أتباعكم يلي كنت، السلام عليكم. أهلا وسهلا يا وسام. نعم أهلا وسهلا، تفضل يا أخي الكريم. والله ما سمعتك أخوي. نعم أنا سمعتك شو ما سمعتك شو تقول. أنا تفضل تفضل. الله الله يقطع الشر من قدام وجوهنا إن شاء الله. الله يقطع الشر من قدام وجوهنا. نرجع في يوم من الأيام كلمة كبيرة يقولوا فلان رئيس وزراء، رئيس وزراء، وزير، مدير مكتب الوزير، مباشر ينظف الطاولة متاع الوزير، حاجة كبيرة. لكن طلع وزير خانب، خانب يا زيدان، خانب يا أتباع زيدان. ويالك يا ويلك، هذا في الدنيا خفت أن تظهر. قريت في ألمانيا شين قريت؟ قريت النص، قريت الكفر، قريت الخيانة. أنت وأمثالك ما جيتش رجل من الرجال اللي خدمت بلادك وخدمت وطنك. لأن علاش؟ الله أكبر. أهلا وسهلا يا أحمد، ومن أباري وناس أباري. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. السلام عليكم أخي محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخي الكريم. أحبك الله يا أخي محمود. أحبك الله الذي أحببتني فيه، هذا شرف لي ما بعد شرف يا ناس أباري. جئنا يا أخي محمود، جئنا بالخير. الله ينصر الحق على الباطل. الله يحبب إلينا بالخير يا محمود. الله يحبب إلينا الإيمان. رب ينزل عباد يا رب العالمين. الله يحبب إلينا عباد يا رب العالمين. آمين آمين. أنا أحمد من الجنوب، أنا أحمد من الجنوب. أهلا وسهلا يا أخ أحمد، أهلا وسهلا. أهلا. أحبك الله يا محمود. أحبك الله الذي أحببتني به. أنا نقول لك كلمة لك أنت والليبيين اللي يسمعوا فيها، ودائما نتكلم بالكلام هذا. بفضل المولى سبحانه وتعالى، بفضل المولى سبحانه وتعالى، إن شاء الله قبل رمضان حتجمعوا بشارة والثانية. السلام عليكم. أهلا وسهلا يا أخ صلاح، أهلا وسهلا. الله يصلح حوالنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الحال صحتك إن شاء الله وكيفك؟ في حالي في خير الخير ولله الفضل. أمورك تمام يا حسن؟ نعم. لا يا حاج بالله يبقيك تدعينا في شهر مبارك إن شاء الله يكون شهر مبارك يا أخي الكريم. تفضل تحدث. تفضل يا أخي الكريم، تفضل. ما سمعش فيه كويس لكن تفضل. على الأقل بلغ الرسالة الطيبة اللي بتبلغها. أيوة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. تفضل يا محمد. خير يا محمود. الله الله مسيك بالخير يا أخي الكريم. شنو أخبارك؟ هل صحتك؟ أخباري في خيار خيار الخير ولله الفضل. نبشرك يا عم محمد، تو طيحنا طايره لغزر ليبيا، الله اكبر، فوق مدينه الزنداد. شن درتوا؟ شنو؟ طيحنا طياره فوق مدينه الزنداد ليبيا، الله اكبر، على مدينه الزنداد، الله اكبر. الله اكبر لما يكون يناصروا الحق على الباطل في نفوسهم قبل غيرهم. الله اكبر لما يمسحوا دمعه المسكين. الله اكبر لما يوقفوا يقولوا احنا من اتباع رسول الله. لما يوقفوا يقولوا احنا من امه الاسلام، امه الاسلام. الله أكبر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. نهارك مبارك يا أخي الكريم، تفضل.
أمرك طيب يا عم محمود. في نعمة ولله الفضل، الحمد لله رب العالمين. أمورك طيب إن شاء الله. طيبة في خير الخير الحمد لله. يا عمي محمود أبوك أنت توجه الناس للصلاح والخير مش لي. إن شاء الله إن شاء الله حنوجه الناس للخير، إن شاء الله نوجه فيهم للخير. تفضل كمل كلامك. لكن في حاجة ديما ديرها أنت وأمثالك، أن أنت في صلاة تقول الله يعطيه عليك سنيته. أيوة السلام عليكم. أهلا وسهلا يا محمود، أهلا بكم من غزة، الله يفرج كربكم عن قريب إن شاء الله. هلو. والسلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. خير يا حاج محمود كيف حالك؟ في نعمة ولله الفضل الحمد لله رب العالمين. حالك بخير؟ خير خير الحمد لله. يا حاج محمود الأول شيء يهنينا الله أصلا ويهني جميع المسلمين إن شاء الله إن شاء الله. ايوه. وبعدين يا حاج محمود بداية معلش خليك معي دقيقة. ايوه هلو نسمع فيك. بالله بنحكي لك عندي مشكلة في سنة كانت مشكلة؟ في منطقة سنة ايه؟ ايه هلو نسمع فيك نسمع فيك يا أخي. تسمع فيك يا محمود؟ نسمع فيك. قلت لك صرت لنا مشكلة في منطقة سنة بين يا ولد عمي في بعض الباين. ايه. وبعدين جوا حرقوا الحياش. ايه. لقيت لنا احنا وياهم حرقوا الحياش. ايه. ومهاجرين لنا تو لنا خمس سوريا يا حاج محمود. ايه. ومهاجرين لنا بالظلم. ايه. مرتين بيقول لي الولد وبعدين وقت منهم وهزرونا وحرقوا حياسنا وخذوا حتى الشنطه نتاعها تصور للبنات خدها يا عم محمود. ايه. هذه بالله شنو حكم الدين هذا يا عم محمود؟ انا نقول لك ربي قال هذا اللي يكيد للمسلم. قال سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بما معناه: ما تنتزعش الرحمه الا من قلب شقي. ما تنتزعش الرحمه الا من قلب شقي. لكن يا اهل بنغازي يا نصر يا عائلات هدموا لكم بيوتكم، لأن هادو ناية متاع تهديم أي شيء لمعنى زي ما كان الظالم. هادو أتباع الظالم. قال لك حفتر، قال لك كرامة، هادو أتباعهم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيك وبالكفر يا أخي الكريم. تفضل يا أخي الكريم تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين يا شيخ، نرجوك ان تدعو الله فتعالى بين قلوب الليبيين كما الف بين قلوب الانصار والمهاجرين. امين. امين. جزاكم الله خير واني احبك في الله يا شيخ. احبك الله الذي احببتني فيه يا اخي الكريم. يا اخي الكريم انت وامثالك. أيوة. انت وامثالك ان شاء الله دعاكم مستجاب، لان نظركم طاهر ولسانكم طاهر وسمعكم طاهر وتحبوا الله والرسول. انتوا اولى من نحن، لان المدينه اختلطت بكل من هب ودب. اساءوا لانفسهم واساءوا للمدينه العريقه واساءوا للعائلات اللي في المدينه العريقه، وقالوا احنا واحنا واحنا المخانب اللي كانوا يشدوا في الطريق واللي كانوا واللي قتلوا الليبيين. والان يقول لك احنا من تكون انت؟ انت لو تكون عنصر فعال، تكون عنصر ناجح، تكون عنصر ليك معنى لأنك من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنت السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا عم محمود، شنو أخبارك؟ تحالي في خير خير إن شاء الله، عقبة الليبيين كنا نكون سعداء إن شاء الله. آمين يا رب. أول شيء لك الله أن يعطيك الصحة والعافية يا رب العظيم. آمين يا رب. أول شيء. آمين. مثل الله مثل الله أن يسر جميع المسلمين. بيقول الحمد لله لنا والحمد لله على الله ان نحن الثوار في كل جبهات شرقا وغربا وجنوبا يا رب العالمين. هذا اولا يوحد صفهم ويجعلهم على قلب رجل واحد ويحسن فينا شرعه يا رب العالمين ان شاء الله. صحيح. هذا اولا. صح. الله يبارك فيك عمي محمود. ما شاء الله عليك وما شاء الله على امك وما شاء الله على ابوك. اللي مرأة تقول يحكم فينا شرعك، وهذا كا يقول لك الشيطان يبي يتعامل مع الشيطان، لأن الشيطان لأن شيطان الإنس وشياطين الجن، هادو من شياطين الإنس، هادو هم اللي في يوم من الأيام تولوا السلطة، لكن حسوا بشوية سلطة كانوا تبع لأعداء الوطن اللي هم أتباع القدافي، هاللؤمة هادو ناي، والآن طلعوا موضة جديدة
اللي هم السراق ولادهم، من ضمنهم واحد اسبانيولي هذا بتاع هيئة الأمم، هذا يرجع لماضيه. هذا اليوم من الأيام حاولوا بقدر كان يحطموا الإسلام في إسبانيا، اليوم طالع بحز المشاكل بين الليبيين بين المسلمين، ونسمحوا له كاسم زيادة من هيئة الأمم تحركت فيه الاستعمار الإسبانيولي، استعمار الإيطالي زمان في ليبيا وأمثالها، ما بين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الكفر. لكن جزاك الله خيرا أن إضعت التناصح اللي تجيبي في علماء أن يفقهوا في الناس ويفهموا في الناس في الحقيقة، انده بتشيرة الناس عن طريق اثنين. السلام عليكم. أهلا وسهلا أخي الكريم. نعم تفضل يا أخي الكريم. لا لا بالله ما نعم ألو نسمع فيك تفضل. نعم بالشارك في البرنامج. ما شارك يا سلام شارك، على اسم ما تشاركش وشارك. نعم. الله يبارك فيك. انا عندي المنطقه يا اخويا كلهم ما حسر انا. ايه حاجه غريبه والله. شنو هي؟ قلت لك الناس انا الاغلبيه الناس يقولوا مشايخ ويقولوا ناس كلهم ما حسر غريبه والله. مش عارف كيف. ما سمعتك شو تقول يعني. انا نطمنك بحاجه واحده. نطمنك ونطمن الليبيين. يقولوا حفتر، يقولوا كذا، يقولوا كذا، في حاجة واحدة، لما يحطهم ربي في جهنم شنو يقولوا؟ يقول لهم ملائكة سؤال تهكم يتمهتك عليهم الملائكة، أن يقول مش كنتوا عندكم ودان تسمعوا؟ مش عندكم عقول؟ وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، فسحقا لأصحاب السعير. هذا من تقوله؟ تقول الملائكة. يقول لا يا ليبيين احنا كنا كذا، لا يا ربي احنا كنا كذا، تم كنا كذا. في لي ضايع وفي لي صالح يرقصوا باب العزازية نسوين ورجالة ورجال تانيين تصيم وتقيم في الليل، يستوي الخبيط بالطيب؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يستوي الخبيط اللي تعصب تعصب جاهلي، يوم من الايام شم ريحه السلطه ريحه المال خنب وهتك الاعراض وما خلى مدار، واللي هو كسب المال طلع الصدقات زوج الشباب بنى البيوت دار 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 دار. السلام عليكم. اهلا وسهلا. تفضلي اختي الكريمه. مساء الخير. اللهم مسيك بالخير واهلا وسهلا بك. حالي في نعمة ولله الفضل. الحمد لله يا رب. الحمد لله. أول شيء ترحم على الشهداء. آمين. ربي يعود مفتقرنا يا الله يا كريم. آمين. الثوار اللي في جميع الجبهات يا الله يا كريم. آمين. ربي يحمي بلادنا. آمين. يا الله يا أرحم الراحمين. آمين. الله أكبر على جميع الثوار. آمين. اللي في جميع الجبهات يعني حالي بي كلها. آمين. ربي يحفظكم يعليكم ويبعد شر عليكم يا الله يا كريم. ربي يحفظك عمي محمود. والسلام عليكم. وانا نقول لك الله يحقق امانيك والله ينفع بيك والله يبشرك بشر خير في اولادك في اسرتك ومن ضمنها اسرتك الكبيره اللي هي ليبيا. صحيتي يا اختي الكريمه. لكش من النساء او من الرجال تلقى راجل ولسانه لادع، لان مرته ما لقتش فيه الخير، يا ما سبها يا ما طلقها قداش طلقه، يا ما دار يا ما دار، وما زال عن طريق الاذاعات يشتم في الناس اللي تقول كلمه طيبه ويسعوا للكلمه الطيبه. كانك صيد، كانك رجل، كانك تخاف الله. اي انسان تشم عليه رايحه ما فيهاش مخافه المولى سبحانه وتعالى، قول له كلمتين، قول له اتق الله، او قل له حسبنا الله ونعم الوكيل، او قل له لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. السلام عليكم يا بنت ليبيا. اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك. طيب يا شيخ محمود شنو اخبارك؟ في خيار الخير ولله الفضل يا اخي الكريم. الله اكبر الله اكبر الله اكبر، وما النصر الا من عند الله يا شيخ محمود. محلاها كلمه، اللهم احينا عليها وامتنا عليها. الله اكبر، اليوم تمكنا من اسقاط طائره لميليشيات فجر ليبيا في مدينه الزنتان يا شيخ محمود. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فجرتوا طائره بتاع اسرائيل خشت غادي؟ لا، وهو جاي يقصف اسرائيل يا عم محمود. ما هي لا لا لا, لا هادو ناي ينصروا في الحق على الباطل، ينصروا في الحق على الباطل. مدينه الزنتان اسرائيل يا عم محمود؟ لا ما هيش اسرائيل،
لكن في يوم من الايام الاعمال متاعها بعض ناس مش كلهم، ويجب على الناس العاقله ترشد الناس الثانيه. شن قاعد يصير في جهه الوطية؟ شن صار في طرابلس؟ شن صار بعد ما يجب على الناس العاقله التابته اللي تخاف الله ان تذكر الناس، تذكرها. ومن تذكر هذا اللي مات حتى في الطائره، حتى كذا هنا يجب علينا كل انسان عنده قلب حي ان يتاسف ويتاثر على موت كل انسان. في انسان قال لا اله الا الله عاده، وفي اللي قال لا اله الا الله عباده يقين. لكن اي انسان مسلم من يعلم الله بحنا على الزنتان اللي في يوم من الايام كانت وكانت وكانت. الزنتان للان فلان الفلاني ترى دير حاجه انت واخيك اللي موجودين في السجون، علاش مسجونين؟ بتبدل بيهم؟ بدل بيهم معلاش، لكن ما تعذبهمش، ما تؤذيهمش، ما تطلبش فلوس على انسان باش تطلع. هنا تبان الزنتان العريقه مع احترامي لبعض الناس. هذا اللي واقف ويهدد في الناس، يهدد فيهم بالسجون، يهدد فيهم بالقتل، هذا من الزنتان، لكن ما ينحسبش على الزنتان كلها، الزنتان يا من الناس مش راضيه بالبطال. ولكن داروها ناس حصلوا فيها ناس. الله اكبر. طيحتوا طائرة، الطائرة شو تدير وصلوا. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا عمي محمود. اهلا وسهلا بك يا اختي الكريمة. عندي رسالة من اهل برغازي ويسلموا عليك واجد واجد يا عمي محمود، وشان الله ربي ديما يقدرك على الخير. ونبي رسالة مننا لمجاهدينا في برغازي وفي ليبيا كلهم، نقول شان الله ربي يقويكم من اخت شهيد، وردنا لكم نفس الرسالة. الله الله في اللي قتل، الله الله في اللي اعتداء، الله الله في اللي دمر بنغازي، ما عادش نبغوا مسامحة في اللي دمر بنغازي، خلاص ملينا من المسامحة ومن الناس اللي تركب فوقنا، خلاص خلاص ملينا. يا رب ادعينا البنغازي، بنغازي مخلوقة، بنغازي مخلوقة، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يبي شفتر وعوانه وفي الإزلام. ما يكذب عليك حد يا عمي محمود، الدنيا كلها أزلام، الأمن الداخلي رد، اللي جنة ثورية رد، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل يا عمي محمود. وبالله عليك يا عمي محمود الدعاء لنا، الدعاء لأهل بنغازي ودرنا. اسمعيني اسمعيني، في يوم من الأيام يا الله يا قريبا لمن ناجاه، يا مجيبا لمن دعاه، ربي لمن أقصد وأنت المقصود، وإلى من أتوجه وأنت الحق المعبود، ومن دل يدي يعطيني وأنت صاحب الكرم والجود. يا ربي هالمرأة هدية وبقية الإخوة في ليبيا وبقية الأخوات توسموا في الخير وطلبوا مني الدعاء، يا ربي بشرنا بشهر الخير. اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك الظالمين، اللهم أهلك كل إنسان يسعى لدمار ليبيا. آمين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا عمي محمود، بارك الله فيك. آمين. أنا لما طلبت مني الدعاء دعيت المولى سبحانه، وندعو المولى سبحانه وتعالى كل مواطن يسمع فيها. أي كلمة لما تقول قال الله وقال رسول انتبه. ولكن يا ليبيين عمكم محمود لما تقول لي كيف حالك وين جيت، نقول لك من وسط قلبي وخاطري احلف بمين؟ يقول لك شكون مسعد مخلوقات الله في ليبيا؟ قول محمود بن حمزة. من يوم ما طاح القدافي وأتباعه وحننسعده، حننسعده حننسعده إن شاء الله بالنصر الثاني لما يطيح هذا اللي نوصل فيه واحد من الاستعمار الإسبانيولي والسيسي والإمارات. الله أكبر على الباطل، ربي ينصر الحق على الباطل إن شاء الله. يا سيدي ناخذ جمعة على بركة الله، الله يبس ريقكم يا ظلام يا خونة، الله يبس ريقكم. هي قوتي وفتوتي ومراسي، هي لي بها نبع المحبة والهنا، صور احتدام العزم عند الباس. بمخشى نحن ديين على أن نستنجد بالشيطان، بمخشى نحن ديين على أن نستنجد بالشيطان، على أن نستنجد بالشيطان، بالشيطان. لو جاء الشيطان لتحالفنا معه، لو جاء الشيطان لتحالفنا معه، نتحالف مع الشيطان، الشيطان. سنتحالف حتى مع الشيطان، سنتحالف حتى مع الشيطان. لو كان المنقذ جنرالا، حتى لو كان المنقذ شيطان، شيطان ده بالشيطان، الشيطان 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 شيطان ده بالشيطان، الشيطان الشيطان شيطان، نستنجد بالشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا.
بنا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. لأن الناس طلعنا يوم ثورة 17 فبراير نقسم لك بالله العظيم لا عندنا نبو مال ولا نبو حاجة طلعين نبو الموت من أجل الحق. الله أكبر. من أجل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، من أجل ليبيا. هي دفق شرياني وسطحة نبضتي، هي قوتي وفتوتي ومراسي، هي لي بها نبع المحبة والهنا، صور احتدام العزم عند الباسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرفوا تو في الفصل هذا شن صار؟ شفتوا يا ليبيين قداش بدينا حنان على بعضنا؟ قال لي عمي محمود خذ غمامية ريقك يابس. هذه محبة، هذا ود، هذا بنا ليبيا. بعدين شن جاي؟ سوالي طاقيتي وسوالي جبتي. علاش؟ مش باش نظهر بالمظهر الحسن، باش المشاهدين لما يشاهدوا منظر جميل، منظر نازك. هذا كان منظر لإنسان يكون فيه سعادة الإنسان. هذا الإعلام مش الإعلام يسب الإنسان أو يدير مداخلة ليسيء للإنسان ويتشمت في الإنسان. هي ناس ظلمة ودارت ويوصل الليبيين في بعضهم بعض، يقول لما تشمتش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي أختي. كيف حالك محمود؟ تحالي في خير خير والله، من نهار طاح الظالم واتبعه. الله أكبر الله أكبر، بارك الله فيك على الغد. كيف؟ إن شاء الله ربي يوفقنا لذلك. بارك الله فيك. الله يبارك في حسناتك. بارك الله فيك. آمين. إن شاء الله يكون ردنا سعادة للمؤمن الصالح ويكون تعاسة للخونة لقلوبهم مليانة بالأحقاد. أهلا وسهلا بالأخ من جدابية. الله أكبر على جدابية، أهلا وسهلا. مرحبتين. أهلا وسهلا، تفضل. حطيني على محمود ربي يزيدك عز وينصرك الدنيا كلها. ما شاء الله عليك وعلى الكلام. وين هذا؟ هذا هيل بدون كيل. الله يحفظك، الله يحفظك على الكلمات الطيبة. محمود اللي تو غير طيح الطيارة طيح عدن. ايه. انك راجل، انا اقول لك انك راجل. ايه. قولي له. انك راجل، قول لعبد الاسرائيل مش قتلوا في في صعبها. يرحم والديك. اضرب الصلح، اضرب الصلح وبالتسامح. ربي ينصر ليبيا، ينصر تجر ليبيا يا ربي. هذه جدابية وهذو نسوينها وهذو رجالها. الله أكبر عليك يا جدابية. لما توقفي وتقولي جدابية، توقفي وتقولي الزاوية، توقفي وتقولي ككلة. من هي ككلة ومن هي الزاوية؟ اللي يسعوا لزمع الشمل. أهلا وسهلا بصرمان وناسها. أهلا وسهلا. أنا يا عم علي، شن اخبارك؟ تفضل يا اخي الكريم. شن حالك يا عم محمود؟ تحالي في خير خير ولله الفضل ولله. امورك طيبة؟ طيبة في خياية المراد. انا كنت نسمع فيك تو على اللي قبل اللي كان يكلم فيك على البرنامج. ايه. ان في ناس من الناس ما نبوش نذكر اسمائهم من بيعدوا يديروا ايه. في السجون ايه. ويقتلوا مش عارف شنو. ايه. انت عندك ادلة بالشيء هذا؟ ايه. كلام مجرد قويل انت وخلاص. اولا قبل كل شيء كمل كلامك. هو انا مازال عندي ليك كلام. انا اقول هاي كمل هاي. ما لان الانسان ما يقدرش يقول قويل بدون ما يجيب افعال. لو انت الناس اللي تدافع بما انك شيخ وفي منبر حار مفروض تقول تحاول تحقن الدم. البلاد ما عادش تتحمل اكثر من هيك من الدم. قلنا في الاخير ليبيين. رد لكلامه كملته. مازال ما كملتش. وانت بالله عليك نبيك تعطي راي في اللي صار في الاعلامي عبد الرؤوف الزايدي اللي قتلوه من الميليشيات غريوه داخل السجون. هذا من الناس خيركم ما تتكلموش عليهم، ولا هذا ما همش ليبيين ولا ما همش بشريه. كملتوا. الله اكبر. ها ونديروا حاجه احنا نطمنوك ونطمنوا نفسها. الله يعطيك على قسنيتك انت واللي معاك، واحنا الله يعطينا على قسنيتنا احنا واللي معانا. ونزيدك حاجة تانية، اللهم انصر الحق على الباطل، اللهم انصر أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر أتباع لا إله
إلا الله محمد رسول الله. الصحابة لما قاتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالش أنا من القبيلة الفلانية ولا المنطقة الفلانية، قالوا الإسلام، قالوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احنا أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي إنسان يقدم الخير نقول له أحسنت، وأي إنسان يقدم البطل ننصحوه وندكروه من داخل إذاعة التناصة. لكن قال لك عدوك يحلم لك حلم الشينة، عدوك يحلم لك حلم الشينة، وفي اللي يدورك يلقاك. فأقول السلام عليكم، أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمحني يا عم محمود، انا كلمت من سوريا لكن ما كملت كلامي. اتكلم اشرح. بارك الله فيك. لا انا سمحت. بارك الله فيك عمي محمود، وديما دعانا للسوار ان شاء الله ان ينصرهم وننصر الا من عند الله، هذا شيء يقين يعني. والله الذي لا اله الا هو، رايت رؤى مبشره كثيره جدا يعني، والله باذن الله النصر الا صبر ساعد باذن الله يعني. ما شاء الله. لكن كلامي كله لك انت يا عمي محمود، بارك الله فيك وربي يعطيك الصحه والعافيه. انت اعطيتها بمعنى واجب، نسال الله ان يجزيك عليها خير ويرزق خير ما في الدنيا والاخره يا رب. امين. ويجمعنا تحت ظل عرش كريم. بس نبي نعتذر منك في شيء يا عمي محمود، والله الذي لا اله الا هو، من حبي لك والله من حبك لله. فكنت من فتره هيك طويله من حدث شهور كنت لما نهدر مع اهلي ولا نحكي مع اخواتي اذا نغير رتي الجو بفكاهه لما نحكي موضوع ونقول فيها بطريقه تقليد لك، بطريقه كلامك الطيب ودعائك الطيب الحسن. فكنت نقول فيها بطريقتك انت يعني، فخفت اني نسالك امام الله عز وجل انها تعتبر كتقليد مني لك، او انها بس والله ما كانت باستهزاء يعني. انا من محبه لي لك انت يعني، انا حبك لي فكنت ندري بشيء. انا والله انك تسامحني عليها يعني. انا ارد عليك ردين. الرد الاول، الله يحقق امانيكم كلكم، والله ينصر الحق على الباطل، وباذن الله تعالى زي ما قلت يا اختي الكريمه، احنا بتوكلنا على الله في اللي ناصرت الامارات، في اللي ناصرت ناصر السيسي شعبه ما يلقاش فيه الخير، في اللي ناصرت كذا وكذا، ولكن احنا نصرنا الله الواحد الاحد الجبار الجبار. إذا أراد المولى سبحانه وتعالى، الآن في فيهم في القبور الآن الدود يأكل فيه والدبان على وجهه، بدأ من معبودهم القدافي مش قادر يقول هيك ينحي دبانه، فدرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون، يوم يخرجون من الأجداث صراعا كأنهم إلى نفض يصيبون، خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة ذلك اليوم الذي كانوا يعدون. الأخير هذا لما شدوه طلعوه في التلفزيون، رأس لوطة وعيون لوطة، خاشعة أبصارهم ترهقهم دلة. ننصحك من داعة التناصح، داعة التناصح ننصح فيك، ابعد عليك العصبية الجاهلية. في يوم من الأيام توصلت ودرت شو اللي قدمته للليبيين، قدمت الرعايش، قدمت القهرة، قدمت سرقة البيوت، سرقة الأبواب، ما خليت ما درت. لكن في مناطق تانية جو أولادها عينهم شبعانة مش عينهم جعانة، ما مسوش البيوت، شبحناهم في السدرة، شبحناهم وشبحناهم، كل شيء محطوط في مكانه، لأنه يختلف اللي عينها شبعانة واللي عينها جعانة. الله أكبر على الرجال. ومن هنا أبدأ من السراق اللي تولوا الحكومة هذونا في يوم أو واحد من تولى رئاسة الحكومة قاعد يدور في وسط مدينة طرابلس عينها شبعانة. الله أكبر عليك يا عبد الحكيم الكيب، الله أكبر عليك وعلى أمثالك وعلى الناس اللي خدموا واللي كان لهم دور في الدولة، لكن عين شبعانة. لكن أنتوا مفت العلماء ما سلموش منكم العلماء، قال لك علماء، وين العلماء؟ تبي علماء زي العلماء متاعك هذا اللي واقفين الآن في سنسما في مصر ويطلع ويقول ويقول. تبي بإذن الله تعالى يا ليبيين، بإذن الله احنا في شهر رجب، الدعاء الدعاء إلى الله، راه واسمع ربي يلهمك للدعاء لأنه يبي يعطيك، زي العيل الصغير زلبح فيه بحلوة يسمع الفارق، يجيك العيل الصغير، ربي يبينا ندعو باش ندلوا عليه باش يتباهى بينا أمام الملائكة، يقول عبادي ما عرفوا حد إلا أنا والتجوا لي. هو الصاحب اللي هو صاحب وراجل اللي معنا يعطيك قبل تطلب منه، مش رب العزة قياس مع الفارق. أعطانا الإسلام، أعطانا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعطانا محبة بعضنا البعض، من ضمن محبة بعضنا البعض الظلام، الظلام قاعدين نعضوا فيهم ونذكروا فيهم، قلنا اتق الله، اتق الله، خاف ربي، خاف يوم القيامة. هذه الإذاعات، إذاعات 17 فبراير،
17 فبراير بإذن الله تعالى والسخي المولى سبحانه وتعالى، لكن فيه اللي تلقاه في كل وادي وهو هايم وهو كذا. فنبدأ اللي طلعتونا حتى في برامجنا بنتكلموا بمناسبات الشهور السعيدة، بنتكلموا في الاجتماعيات، بنتكلموا في السياسة بأدب، بنتكلموا في الدين، خلتونا دائما حركتوا نفوسنا. لكن حرك الله أكبر أي أو قال لك اختمي. إن شاء الله نتمنى من الله، نتمنى من الله، نتمنى من الله أن تكون الخاتمة متعنا عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا عليها وامتنا عليها وانفعنا بها عند الحاجات يا الله. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الاسلام والمسلمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين يا رب العالمين. يا ربي بفضلك واحسانك، بفضلك وإحسانك في هذا الشهر المبارك الكريم، اللهم عاوننا على بشارة طيبة وما تواخذناش بأفعالنا. اللهم اجعلنا عند السؤال ثابتين، واجعلنا ممن يأخذ الكتاب من اليمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والله يسمعنا على بعضنا، إلا كل خير إن شاء الله. هي ألفتي، هي جنتي، هي مهجتي.